إنسان حلف أيمانا بالله على أشياء ألا يفعلها وأخذته الظروف واضطرته أن يفعلها، وبالتالي يكون عليه كفارة يمين. ولكن هذا الإنسان لا يملك عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين، كما لا يستطيع صيام 3 أيام، كما لا يستطيع صيام 3 أيام كفارة، فماذا عليه أن يفعل ليكفر عن يمينه؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. لا شك أن كفارة اليمين أمر واجب في ذمة المسلم إذا حنث في يمينه المنعقدة. قال الله سبحانه وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. قال سبحانه وتعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فاليمين أمرها عظيم، ولذلك أوجب الله الكفارة على من حنث في يمينه. وهذه الكفارة كما بينها الله سبحانه وتعالى 4 خصال، 3 مخير بينها، وهي العتق أو الإطعام أو الكسوة 10 مساكين. والخصلة الرابعة على الترتيب: إذا لم يستطع واحدة من هذه الخصال 3 فإنه يصوم 3 أيام. وما ذكره السائل من أنه حلف أيمانا متعددة على أشياء متعددة، فإنه يلزمه بكل يمين كفارة مستقلة بعدد الأيمان، لأنها على أشياء متعددة وليست كفارة واحدة كما يقول. وما دام أنه لا يستطيع في الوقت الحاضر التكفير عن هذه الأيمان، فإن الكفارة تبقى دينا في ذمته إلى أن يستطيع فيكفر. الحاصل أنها واجب ودين في ذمته، إن استطاع في المستقبل فإنه يكفر مهما أمكنه ذلك، قوله صلى الله عليه وسلم: اقضوا الله فالله أحق بالقضاء. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، لو تكرمتم التفضل بإعادة ما إذا كانت الكفارة على الإجبار أو على التخيير حتى يفهم هذا عدد من المستمعين. أنا أقول إن الكفارة في اليمين هي كما ذكرها الله في هذه الآية الكريمة، نعم، ذات 4 خصال. طيب، 3 مخير بينها، الحمد لله، وهي العتق أو إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين. طيب، هذه على التخيير. طيب، فإذا لم يستطع واحدة من هذه 3 فإنه ينتقل إلى الصيام، صيام 3 أيام، لأن كثيرا من العوام يغلطون في هذا فيبادرون إلى الصيام ويظنون أنه هو المتعين، مع أنه إذا كان يستطيع تكفير بالخصال المذكورة في الآية قبل الصيام فإن الصيام لا يجزيه، إنما يجزي الصيام من لا يستطيع أن يعتق ولا يستطيع أن يطعم 10 مساكين ولا يستطيع أن يكسو 10 مساكين.